رح ننتقل لعالم الاكسسوارات والموضة وكيف فينا نحن نستفيد لكل صبية قاعدة بالبيت بأفكار جديدة تستفيد منها وتعمل اكسسواراتها الخاصة فيها لحالها. رح نحكي أكثر عن الموضة، رح نتعرف أكثر على التصاميم الجديدة وكيف فينا نحن نستفيد من نعيد تدوير اكسسوارات عنا اياها. بدنا نحكي اكثر مع مصممه الاكسسوارات سميه مارديني. صباح يا سميه. صباحا، اهلا وسهلا فيك. كيفكم؟ تمام الحمد لله، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه سميه، كثير معنا من التصاميم والاكسسوارات الجديده، خلينا نحكي عن اجدد قطعه عملتيها. خلينا نحكي قديش اخذت منك وقت وشو الفكره، يعني كيف خطرت ببالك الفكره كمان. هلا نحن حنحكي اليوم عن الاكسسوار يلي كله بيتصنع من المطاط. يعني الاساس تبعي لحتى اشتغل هذا الاكسسوار هو عباره عن مطاط واي شيء ثاني معه، يعني مثلا بجوز يكون حجر، بجوز يكون خرز، بجوز يكون مثل هيك شيء مثلا. تمام. يلي هو نحن بنقول له طوق السيليكون. طوق السيليكون هو عباره عن مطاط وبيجي بقلبه تعليقات. تمام. يعني هيك بيجي فينا نحط الشيء اللي نحن بدنا اياه. تمام. ما بيبين انه لا ما بيبين هيك، بيبين كانه قطعه معلقه بالهواء هي، يعني ما في شيء حاملها، يعني بتحسيها كانها معلقه بالهواء. هلا هذا الشيء صيفي جدا، كل هي القطع اللي عم نشوفها قطع صيفيه. شوي ما بتكون موجوده بالشتاء، يعني ما بتنحط بالشتاء، بتحسي وجودها بالصيف اكثر لانه على قد الرقبه وطوق شفاف يعني كمان، فبتحسي وجوده صيفي اكثر من انه هو يكون شتوي. كل اعتمادي بالشيء اللي عم نشوفه اليوم هو هذا السيليكون او المطاط. طبعا. اللي نحن بنقول له سيليكون او مطاط. الافكار الثانيه مثلا مثل هيك شيء يلي هي الاساور المعدن نفسها يلي نحن بنلبسها بالعاده، بس هي اساسها مطاط. شو حلوه. تمام. يعني هي اجدد الافكار اللي نحن عم نشتغلها. نحن بالعاده بنشتغل المطاط اما طوق السيليكون او مثل هيك شيء. تمام. مثل هي الاساور. تماما. هذا الشيء اللي بنشتغله بالعاده بالمطاط، انه هي اسواره، وبما انه هلا دارج الودع والصدف، فداخلهم صدف او ودع او حتى داخلهم شغلات تانية، يعني بتشوفي بالاساور فيها الوان كثير. هلا حلاوه هذا الحجر انه هو تقريبا نوع من انواع الحجر يلي يعني مو طبيعي بس حجر ثقيل، يعني ما فينا نقول عنه حجر عادي. هذا الحجر اللي معي هيك تماما، هدول الحجار، هدول الاحجار الجديده. في شيء مات، في شيء مات، في شيء له لمعه. هذا المات خديه على في شيء بتحسيه مخرم، يعني هلا هي اللي بايدك الاخضر منها بتحسيها مثقبه. هلا هذا نحن بنقول له حجر بركاني. تمام. كيف قدرتي تدمجي الالوان؟ شو خطر على بالك تجيبي الحجر البركاني او غيره؟ كيف هلا الحجر البركاني انت بس تشوفيه بتحبيه، يعني تمام. مجرد شكله كثير بتحسيه حلو. تمام. ما بعرف اذا حيطلع على الكاميرا انه هو ماله مستوي ومثقب، بتحسيه تماما. تمام. يعني هذا كثير حلو الحجر، هذا الحجر البركاني، هذا الحجر البركاني. تمام. ماله سوي، يعني ما بتحسيه سوي، يعني بتحسيه انه هيك بقلبه ثقوب منه. وفي يعني الحجر حتى في منه مو بس اخضر، الوان تاني، الوان كل الالوان هو بيجي، بس بتحسي الاخضر منه حلو، الازرق حلو. تمام. هو يعني بتحسيهم هدول الحجاره عم تغلي، يعني اذا فينا نقول. تمام. وجذاب. يعني خلينا نحن عم نحكي نشتغل قطع ونعلم الصبايا اللي حابين يشتغلوا. خليني ارجع، شو بدنا نشتغل اليوم؟ تمام. هلا حنشتغل اليوم طوق السيليكون. اوكي. تمام. اوكي. يعني هذا السيليكون هو بيجي مثل، يعني هلا السيليكون، هلا حنشوف ماما، حشوف نماذج. هلا شوفي هات شو كربوج، يعني الفراشه فكره ثانيه غير اني انا علق فيه تعليقه، يعني حطينا فيه فراشه مثلا. تمام. كيف حاطتيها كمان؟ لزق لزق نزل كثير. هلا كيف بلاقي الاقبال؟ الطوق السيليكون هذا دائما دائما يعني عليك، لازم يكون يعني موضة كل سنة بلاقيك. موضة كل سنة. تمام. تمام. شو الالوان هاي؟ بحبوا المطاط لانه ان كان خلخال ولا ان كانت اسوارة او القماشة اللي مثل اللي هيك انا حاطته اللي هنن هون اذا فينا نشوفهم، بحبون لانه هذا ما له سنسال انه مثلا هو يقطع او يروح لونه. اكيد. شو موضة الالوان هاي فيها على المسبح اذا كانت خلخال ما بيروح لونه، اما اذا كانت على ذهبي. تمام. او على فضي بده يروح لونه. طيب احكي لنا سميه عن الالوان موضة 2020 شو هي؟ هلا نحن برايك انا لقيت تشكيله كثير كبيره كلها يعني الوان. تمام. الوان يعني حتشوفي الوان، يعني حنشوف الكحلي ومعه الوان ثانيه. تمام. يعني كثير هذا الشيء
شيء دارج. حتشوفي البيج يعني لك البيج وكمان داخله ألوان أو الترابي وداخله ألوان، وبنفس الوقت عنا الألوان الفاقعة يعني الأحمر والموف وهالقصص هاي. هلا الصبايا كلهم بيحبوا يحطوا خلخال بإجرهم، فرجينا شو عندك خلخال؟ طيب هلا الخلاخيل هون، هدول الخلاخيل عليهم. هلا أول شيء نحن إذا بدنا نحكي عن الخلاخيل، تمام، هذا الخلخال أنا ما جبت خلاخيل العادية يلي نحن بنعرفها، هاد دارج أكثر أصلاً، دارج أكثر تماماً. وغير هيك حلاوته مثل ما قلنا إنه أنت فيك تنزلي فيه على المسبح ونحن ما بيروح لونه كتير يعني لك هلا هذا فيه في الودع اللي دارج كثير كمان، تمام، موضوع الصدف والودع وهالقصص هي. حتى الخرز إذا فينا نشوف هلا هذا كثير حلو إنه هو كله ودع. هاي الخرز صح؟ هاي هدول الخرز، هدول أساو خلاخيل مطاط. هدول الخلاخيل دائما موضتهم كمان، دائما موضتهم بكل سنة وكتير حلوين، تمام. ومثل ما قلنا فيها تنزل تستعمله ما بيروح لونه ولا بيقطع بس ولا بس إلك بس ما في إلك لمستك الخاصة ألوان دائما تمام. هلا هذا حلو كتير كمان يعني هذا هذا حلو مميز موضة السنة هاي. يلا خلينا نشتغل شيء على السريع بالماء. هذا هو متوفر أصلاً، متوفر موجود يعني أي حدا بده يشتغل هذا الموضوع فهو موجود. نعم. هاي الكاميرا سمية، هاي الكاميرا أوكي. أوكي. أنا قصدي إنه نحنا حنشتغل، أنا بحاجة ل مثل العادة يعني أي شيء بشتغله يمكن صار كل حافظني إنه نحنا بحاجة للدائرة الصغيرة. طبعا صعب إنه إنه هلا تبين على الكاميرا، تمام. الدائرة الصغيرة أنا بدي أربطها مع المطاط، تمام؟ هلأ نحنا قصة المطاط إنه نحنا بيقط يعني لما أي حدا بده يربط بيربط هيك ربطة عادية، تمام؟ لما بدي أشتغل الربطة العادية هاي بتفك بعد شوي، صح. أنا لازم شدها لحتى تبطل تفك، يعني كل الفن أو الفكرة أو هي هالشدة، هي السر، سر تماما. يعني اي حدا بيشتغل هذا الطوق اذا ما شد هي الشده فهو بعد شوي حيكون فرط وخلص مشي حاله، تمام تمام. هلا انا بدي اربط اكثر من ربطه لحتى انا اتاكد انه هي خلص مشي حاله، تمام. القصه اني انا رح اخذ قياس رقبه، باخذ معاها شوي زياده يلي هن موضوع الربط، رح نعلق دائره ثانيه كالعاده، ونفس الشيء انا رح اربط. هلا شوفي قصته كثير سهله، يعني انت بتشوفي هذا الطوق بتقولي انه كيف مصنوع، شو هو يعني. لا هو كثير سهل، كثير قصته سهله، واي حدا فيها يعني اي ست اي بنت فردة وحده هي كلنا تمام. كلنا بنعاني منها دائما، بندعوا حلقاتنا فينا نعمل منهم. انا بدل ما يعني ارميها للحلقه فانا فيني لا هلا شايفين انا عم اربط، مثل ما قلنا الأساس تبع أي شيء أنا بدي أشتغله أني أنا بدي أربط وشد، تمام؟ هلأ هيك نحن صار تقريباً معلق من طرفين جاهز. هو لا يعني الشيء اللي ناقصه هلأ شو كتير شغلة مهمة لحتى ينلبس معي أكيد القفل، القفل ركبنا القفل، هو بس أنا بدي أفتح الحلقة الدويرة وحركب القفل وتأكد اني انا سكرتها كتير منيح، تمام. هلا انا هدول انا بقول لهم شوارب هي فنحن بدنا نتخلص منهم، الفينيشينج لازم ينعمل، تمام. فانا لازم اتخلص من هي هدول الشغلات اللي ما لها طعمه، خلص صارت رايحه، تمام. هلا بقي الطوق هيك ساده، هلا انا اذا بدي البسه هيك ما حيبين اكيد لانه هو شفاف جدا. الواحد هلا بيصير بيختار هو شو بده، شو بدي اعلق فيه. هلا الصبايا عم بتقولي في اقبال كبير، خلينا نحكي شو اكثر القطع المطلوبه مثلا، شو بيقولوا لك اسمهم ولا شو بدهم برايك؟ هلا طوق المطاط كثير دارج، الخلخيل المطاط كثير دارجه يعني كثير مرغوبه الخلخال المطاط. سمية بس عم نشوف هاي القطعه هي قديمه، اي قديمه تماما. تمام. هلا انا عندي القطعه هي قديمه، هو طوق مقطوع على فكره، فانا بدي استفيد منه يعني. حلو، حلوه انك لاحظتي الموضوع، فانا حاستفيد منها اني انا قمت هات خلص ما بدي اياه، اخذت القطعه، اخذت القطعه اللي انا بدي اياها اوكي، وحركبها وين بقلب السنسال او بقلب السيليكونه اللي نحن اشتغلناها.
سوري. لكن مثل ما عم نتابع اكيد فينا نستفيد بافكار وبدقائق قليله يمكن طبعا. ما اخذت معك هو يعني هي هي حلاوتها. هلا انا في عندي هدول انا ما بتركهم، فيني خليهم وفيني فيني انا رح خليهم، بس انا اكيد ما حاتركهم كل هالقد طوال، وبيبقوا يعني بتبقى طريقه مالها كثير حلوه طبعا. فانا بس بدي افتح الحلقه وارجع ارجع السنسال يلي طلع عندي لقلبها. تمام، هلا يعني حنشوف كيف صار. دقيقة بس، يعني بس خليني فرجيهم. هاد شيء قريب عليك، هاد شيء قريب عليك. تمام، هاد عملتي له إعادة تدوير سمية ولا تمام. القطعة؟ لا هو سنسال على فكرة، هي القطعة كلها كاينة سنسال قديم يعني. هلا نحن خلصنا على فكرة، لكن هيك بدقائق قليلة خلصنا، صار معنا طوق مميز كثير حلو. أكيد كل الصبايا حتحبه. نتشكرك سمية، بنتشكر وجودك معنا، بنتشكر عن جد هالقطع المميزة والإكسسوار دائما بتجيبي، ودائما نسلط الضوء على القطع المميزة بالإكسسوار. شكرا لك، ونشوفك بحلقات قادمة إن شاء الله. وشكرا سمية، أهلا وسهلا. أكيد لكل استفاد أكيد اليوم أكيد.